والنعم على راسي. انا لا يزعلون علي جمهور القلعه الخضراء والنعم فيهم. لما تقول تاريخ على عين وراسي تاريخ. بس يا اخي احنا من الزمانات من ابيض واسود ايام مرزوق سعيد الله يحفظه الكابتن ايام كانت ملاعب ترام بطولات كلها حق الكويت وقاتشي لا لا وكان وعلي اذكر انا بالسبعينات وعلي يا راجل ما يتوفر الاسم العربي ذاك من ذاك الستينات يعني مو تاريخ العربي لا يعني تواريخ بدون شخطه طبعا الستينات يا حتى ست ابو كارم حتى الستينات ذكرني ابو علي ستينات ابو سعيد ذكرني ابو علي ابو سعيد ما نعترف اسمح لي ابو سعيد هذا تاريخ هذا الواقع لا لا تاريخ تاريخ انا ما قلت السبعينات بالتاريخ لكن الستينات اول اربع سنوات اول اربع خمس سنوات كل الدوري والكاس حق العرب بس ايوما اكثر ايوما اللي دارج اكثر تو الحين نقاشي تو بطولتين صادينك لا يا ريال انا اسولك عن التاريخ انا اسولك عن التاريخ لا الحين كنك قلبت مخرشد لا لا ما انا سلماوي انا قبل البرغاتي العربي انا ثاني فريق قلبت كنك مع لا لا انا ثاني فريق اللي شجع العرب ونعم على راسي لا لا ولا يهونوك لا لا تاريخ كل باقي الفرق تحكي ابو خرشد التاريخ بالامان ايام ابيض واسود اذكر انا ملعب مدرسة بكر صديق وغيره 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 الكويت والقادسية لا يبا هذا بعدين انت لا ما لحقت من البداية بس الآن قاعد أشوف أنا ما شاء الله الوعي بالجدد الآن هذيلا للأمانة العربية الآن إن شاء الله الله يوفقهم يا رب قاعد ينافس قاعد يصعد يا رب يلا انا شدوا حيلكم ان شاء الله بكره ونتمنى حنا تايده تايده الكلام والله نتمنى يعني لان بالنهايه انا اتفق مع ابو خورشيد لسبب يمكن انا اكبر منك بالعمر جفاوي لا لا انا بقول لك وين العربي من 15 سنه ل 16 سنه الحين انت يعني هذا ترى 15 سنه مو شيء سهل مو يعني مو عدل تو الحين انا قاعد اقول لك في تفاوت الثمانينات كله لنا احنا اخذ انت تبي التاريخ انت تايد ولا تختلف وياه انا هو يقول تاريخ قادسيه انا اقول لك تاريخ ما التاريخ انا اقول لك القادسيه والكويت هم سيدين البطولات صدق تشوف العربي بالتاريخ العربي بالماضي العربي بالماضي اكثر على الواقع يا اكثر بطولات, أكثر بطولات الحين القادسيه تو صادون ببطولتين اكثر ولا ثلاث وين صادق القادسيه من 15 سنه متسيد الكويت من 15 سنه متسيد ادري كم الفرق بيننا وين بالبطولات طايفك ببطولتين وجايك الكويت بيطوفك الحين لا لا ما بعد ليش ما راحت منكم الزعامه الزعامة ما راحت القادسية بطولتين أكثر بطولتين بالنهاية القادسية يعني تختلفوا لا أنت شو تقول أبو خالد أنا ما عشت زمان أبو علي يمكن أنا بس لا لا تاريخ لا تاريخ 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 الدنيا بس القادسية والكويت هم اللي قاعد يسوون بطولات لكن العربي يعني اليوم هو قاعد بالبطولات قاعد يعيش بالبطولات الماضية الحين أنا ما لقيت العدد بالضبط يعني ذا القادسية ماخذ 20 بطولة كمثال العربي ماخذ 18 بطولة الحين الزعامة تقيسها أبو علي عفواً. هو يتكلم تاريخ يا أبو طالب. أنا قاعد أقول عن تاريخ. هو الزعامة زعامة. أنت تقيسها. ما يتكلم تاريخ. ما تقول تاريخ. أنا أدري. بس الزعامة أنت تقيسها على محمد كرم. الزعامة على عدد الدوري ولا عدد البطولات؟ عدد البطولات. بطولات يعني راحت منك الزعامة. لا لا ما راحت الزعامة. شلون ما راحت؟ من الزعيم الأوحد. ما في الأوحد. راح وطافك.